الاستاذه والصيغه الفرنسيه. المدير الاقليمي تاع التعليم بالحي الحسني تفتح ملف تاع التربيه الدامجه، علاش اختاريتوا هذا الموضوع في هذا الوقت هذا؟ هو ماشي موضوع، هو قانون إطار، هو تنزيل لمشروع بتعليمات سامية من جلالة الملك، وكذلك كيدعموا ضوء النموذج التنموي. هو اليوم احنا قررنا اننا نديروا يوم دراسي باش نوضعوا حصيلة ديال سنة 2021 وتكون بشائر خير على هذا المشروع بالنسبة لسنة 2022. هي مفخرة لمديرية الحي الحسني أننا هذه السنة حققنا 468 طفل معاق مدمج في المؤسسات التعليمية خصوصية وعمومية. كان لنا الشرف أن تكون عندنا تجهيز لأربع قاعات للتأهيل والدعم لفائدة هذه الأطفال. كذلك كان من المستطر تكوين الأطر الإدارية والتربوية، والشيء اللي قدرت تحققه مديرية الحي الحسني بنسبة 100%، لأن ارتئينا أن التكوين هو اللي غادي يكون البوصلة اللي غتسهل لنا إدماج هاد الوليدات في ظل الظروف اللي كيعانيوها من التهميش ومن الرفض في الأقسام في القاعات وحتى في المجتمع. لكن بالتكوين وخصوصا تكوين الأطر الإدارية والتربوية كان له الوقع الكبير على احتضان هذه الفئة من الأطفال بسلاسة، وكان عنده الأثر حتى في تهيئ للمديرين، وكنشكرهم من هذا المنبر على تأهيل يعني كمساعدات منهم وتيسيرا منهم لهاد الفئه انها تكون ولجه عندهم في المؤسسات، انهم وفروا ولوجيات واخا ان كانت بسيطه لكنها مهمه، وكتفرح هاد الوليدات ان يدخلوا للمدرسه ويلقاو هذوك الولوجيات يعني اللي كتحتضنهم لا ماديه ولا معنويه. التربيه الدامجه الان هي محط اهتمام الجميع، وهي اي من التوجيهات الساميه لجلاله الملك، لان تجعل ان كل المدارس المغربيه تصبح دامجه، لان من حق هذه الفئه من الاطفال ديالنا، الاطفال في يعني في وضعيه اعاقه، انهم يدمجوا في المدرسه العموميه وفق شروط معينه. وطبعاً الحال مديريه الحي الحسني كانت سباقه للدمج التربوي قبل خروج يعني المقرر وقبل خروج البرنامج الوطني. الان اصبح مساله مقننه في اطار التعاون مع يعني الجمعيات وال يعني السلطات المحليه، العماله والاندياش الى اخره. الان اصبحت يعني مجموعه من المدارس مدارج دامجه بين مدرسه التعاون. كيف ذلك؟ انها عندها شراكه مع جمعيات اللي كتوفر لها اخصائيين نفسيين وحركيين ومعالجه النطق، كتتبع هاد الوليدات وكتوفر لهم مراكز التاهيل يعني الخاصه بالتاهيل الحركي والتاهيل ديال النطق، بالتالي باش ان هاد التلاميذ ما يلقاوش صعوبه في الاندماج، وبالتالي هاد المساله ايضا حتى تكييف الامتحانات والتعلمات، لانه يعني الشعار ديال هاد الحمله هو لن نترك اي طفل وراءنا. وبالتالي كان مفروض أننا في التنزيل ديال في التنزيل ديال هذا البرنامج لقينا صعوبات، فهذا اليوم الدراسي جعلها في هذا الاطار اننا باش نحفزوا جميع الشركاء ديالنا وحتى رجال التعليم اللي باقيين انهم متردين في قبول من الاطفال، باش يعرفوا بان هذه المساله عاديه، فقط خصنا واحد التكوينات وواحد المجموعه ديال. شنو اهم الصعوبات اللي تتعثرت هذه العمليه؟ اهم الصعوبات اولا هي التشخيص، لان مجموعه من الحالات، لان هناك يعني الحالات اللي خصها تدمج بطريقه عاديه، وخص كاين حالات اللي خصها تدمج مع مرافقه يعني لي زافييس، وكاين حاله اللي خصها يعني مراكز خاصه، لان صعيب انها تدمج، تقدر تاثر على الاخرين، وعن ان ما غتسافش الا ما كانتش في واحد الا في واحد الهيئه معين. وبالتالي صعوبات اخرى مثلا ان بعض المدرسين كيقول لك انا ما عنديش تكوين، ما عنديش يعني خبره بهذا الشيء، وبالتالي هذا النوع ديال الايام الدراسيه هو اللي كيجي باش يذوب هذه الصعوبات باش تسهل عندنا هذه العمليه ديال الدمج التربوي. اهميه التربيه الدامجه بالنسبه للاطفال؟
بالنسبة للتربية الدامجة لهؤلاء الأطفال، لأن من خلالها يمكن الأطفال حاملي الإعاقة ومن بينها هذه الإعاقة الخفية وهي اضطرابات التعلم للاندماج والدمج داخل المنظومة التعليمية، لأن ما يمكنش هذا الطفل اللي عنده هذا الاضطراب أو الإعاقة ما يمكنش يساير بنفس الوتيرة اللي كيسيروا بها الأطفال الغير حاملين هذه الإعاقة. لذلك التربية الدامجة اللي انطلقت من منذ سنة 2019، والحمد لله أنها كانت هناك بوادر، يعني ما نقولوش أنها نقولوا كل شيء أنه ما كاينش هذا، ولكن الحمد لله أن وزارة التعليم أن عملات على إنشاء بعد في مؤسسات قاعات للمصادر يتم فيها احتواء هذوك الأطفال حاملي الإعاقة أو الاضطراب ومتابعتهم بالنسبة للشق شبه الطبي فيما يخص تقويم النطق والحس الحركي، وكذلك الأخصائيين النفسيين. والحمد لله أنها كاين واحد بالنسبة كاين واحد التطور، ولكن كاين إكراهات أخرى وكاين صعوبات أخرى اللي كتواجهها سواء للأساتذة داخل المؤسسات ولا الأسر. من المشاكل اللي تلقاو هاد الأطفال هذه قضية صعوبة الإدماج في المدارس العمومية، فين تتكمن هاد الصعوبات؟ وشنو هي التجربة ديالكم في هذا الإطار؟ بالنسبة للاضطرابات وصعوبات التعلم، هما أطفال موجودين في القسم بيسكو لونديكاب ديالهم إلي انفيزيبل، دونك ما كيتعرفش واش إلي انديكابي ولا لا، دونك راه مدمج في الـ في الـ في القسم العادي ولا العمومي. غير دابا هاد اون جينيرال بيسكو سو سون دي زونفون لي لي كاباسيتي انتيليكتويل ديالهم اي سون انتيغ اي سون بريزيرفي، دونك ماشي إعاقة ذهنية ولا إعاقة أنه il peut suivre une scolarité normale mais avec des adaptations في la classe normale. دونك بالنسبة للتجربة ديالنا حنايا في الحي الحسني، سيرتو بدينا في الحي الحسني دوبوي 2010، هو ليدونتيفيكاسيون ديال هاد لي زونفون في لي كلاس بيسكو ما كيبانوش ما كيتعرفوش، كيقولوا غير عنده مشكل ولا كسول ولا ما كيقدرش يقرا، الوغ كو هو عنده ان تخوبل نوروبيولوجيك كيخليه ما كيتعلمش القراءة والكتابة بحال الأطفال العاديين. دونك الدور ديالنا هو ليدونتيفيكاسيون ديال هاد لي زونفون أبخي لا بريزون شارج أفيك دي سبيسياليست ou l'orientation scolarité, l'orientation pour d'autres spécialistes médicaux.